أهلا من جديد، آخر فقرات هذا اليوم عن الموضة، منهن من خطفت الأضواء وأخريات حصدن الكثير من النقد. نجمات هوليوود يتبارين بإطلالتهن كما في كل مناسبة كبيرة، آخرها كان يوم أمس في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب. فمن منهن نجحت ومن أخفقت؟ للإجابة تنضم إلينا ككل يوم ثلاثاء في فقرة موضة استشارية المظهر ميمي رعد. صباح الخير يا ميمي. صباح الخير ميمي. طيب، فمن أمس دائما في حالة، الكل بيقول إيش اللي عجبه وإيش اللي ما عجبه. خلينا نبتدي بالأحسن. طبعاً الدنيا أزواق. هلأ حسب أنا رأيي المتواضع، حنبلش الصمت الإطلالات. وأنت لا تعتقد أنه رأيك متواضع من باب التواضع. سارة الصمت الإطلالات بالألوان. أوكي، حنبدأ باللون الأحمر يلي كان طاغي على الريد كاربت، علما أنه أنا مش من محبذي الأحمر، إنما في إطلالات نجحت أعترف. أليسون ويليام يلي عم نشوفها بأرماني بريفي كتير عاملة أسلوب هوليوود القديم مع الشعل الريترو، والفستان كمان كتير ناجح. حتى مثلا كاترين زيتا جونز أنا لقلي فشل ذريع، وحتى على بتويتر وعلى الأذر بلاتفورمز اتمسخروا عليها كيف الايكونز تبع الايموجي في الرقاصة يلي منحطها لما بدنا نبعث مسج مثلا، هيك عملوا لها الأسلوب تبعها. الأحمر الثاني هايدي كلوم يلي عادة أنا بلاقيها عم تعمل كتير لتظهر على الريد كاربت، لكن هالمرة نجحت شوي راكز أكثر من إطلالاتها السابقة، مقارنة صح. لبسة أتوليه فيرساتشي، ما أعرف ليش تحاول بكثرة هي مع هذا الجسم، يعني شفتوا هي محتاجة. يعني شو هالمرة الحلوة يعني شو بدك أعمل. حدها هيلين ميرن بكل أناقتها مع بدولتشي أند جابانا، رائعة هالمرة بعمرها، الاختيار دايما بيكون صح. مناسب لإلها رهيب. الأحمر الثالث لا 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 يعني لنا دونا ما بعرف شو بتفكر، يعني هلا هالإطلالة افضل من الاطلالات الاخرى يلي طلعت فيهم على الريد كاربت، انما بفتكري لازم تمروا عند الخياط قبل ما تلبسوا للفستان لانه واسع عليها. وبعدين هالقصه من قدام قصيره ومن ورا طويله ما رأيت، وكمان منا مناسبه لشكل اجريها. الفستان زاك بوزن، مع انه زاك بوزن ديزاينرز بنحبه، بس هي اختيار كان مش سائب لها. هي بتحب انه هي الربل، يعني هي عكس طيب لازم تكوني ربل، بس هيك تكوني ربل على حلو، هي ربل على بشع طالع. ايوه هي يعني دائما بتشجع على الثقه بالنفس والانسان يقبل جسمه، يعني بس يقدر يكون مرتب. تاخذنا بحلمه شوي. أيوة. تايلور شيلينج اللي حدا لبس رالف لورن ممله، يعني ما اضافت شيء جديد على الريد كاربت. ننتقل للون الابيض. اللون الابيض تينا في انطونيو بيراردي بفتكر يعني او كيس او خيمه، هيدي الاطلاله اللي كانت عم تجرب تعملها. كمان تمسخروا عليها. ايه اميلي بلانت بالوسط، مايكل كورس طالعه كانها جريك جودس، كثير حلو شو لابسه. سلمى حي كمان من دائما باطلالاتها ناجحه، بس هي اول مره بتلبس لون فاتح على الريد كاربت، عاده بتلبس اغمق. الكساندر ماكبين فستانها رائع. بنضلنا بالابيض بس باطلالات اخرى مع الكات اوتس، في تقصقص وتخريم بالقماش. صحيح. ننتقل للصورة الثانية. أيوة. منشوف روزا موندا بايك لبسة فيرا وانغ. أنا لقلي ما بعرف this is too much، يعني عروس كتير. لا بعدين هل تشليح هيدا، يعني ما يعني في تشليح حلو في تشليح مش حلو، هيدا مش حلو برأيي. بالوسط كريستي تايجن لزهير مراد كتير حلو ناجح. وكيت هاتسون بأتوليه فيرساتشي، يعني ليكي هو اللي بقلا وهي بتحمل هيك، بس انه انا لإلي يعني كمان عم نجرب كثير نلفت النظر. بعدين ضروري هالقد فستان اليزابيث هيرلي برضه فيرساتشي، فيرساتشي بتتذكري مع من زمان. ايه مع البيبيز كان صح، بس لإلي ذيس از تو ماتش، عم نحاول كثير. بالالوان الميتاليك جوليان مور رائعة 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 بفستان جيفانشي، استاذة ولا أحلى من هيك. بعدين شوفوا لي كيف هال الإيدين توند، في عضلات ريل، عن جد حلو. حلو إنه تلبس بينين إيديها لأنه في شغل عليهم. أيوة الفستان خرافي. بالنص داكوتا جونسون لبسي شانيل، انه حطيتهم حد بعضهم حتى نشوف الفرق. اثنينتهم شمريك، بس ليكي في وحده طالعه
كتير حلوة وراقية، والثاني أنه أوكي أنه لأنه لبس شانيل يعني أوكي. ريز ويذرسبون فشل ذريع بكالفن كلاين، مبين بطنه وشكله فشل ولا حلو. ممل يعني مش عم تزبط. كل أطلالات على ريد كاربت أنا ما بحب ذون مؤخرا على الأقل. ننتقل للون أنا ما كتير بحبه وبعمل شوي هيك علي كريزة، اللون الأصفر. ليكي بس نومي واتس نجحت بالأصفر اللي لبسته، العقد اللي حطته رائع جدا. بالنص ليسلي مان لكوفمان فرانكو كمان ما بشي. هلا آخر واحد لجينا بفتكر انت شو اسمها، جينا ديرفان تاتوم لبسة كارولينا إيريرا، يعني صايطة هي واللون اللي لبسته. لا أدفع شو لا صايطة بس يعني كده ضايعة يعني قصدك ايه هيك اللون كتير باهي، بس هو صراحة مريح للأكل والرقص بعدها. ليك كيف بيفكروا يعني اذا هي رايحة تحضر فرح فحتقدر تاكل وترقص. عنجد سارة طيب هلا سارة رح نشد الكل كل التياب اللي تلبسونها رح فرجيكي يا سارة. بننتقل على اللون الرمادي يلي فيه هيك كمان شوية لمعة. جيلو يلي هي الكومفورت زون تبعها، ها هي يلي صار كذا مره بتطلع على ريد كاربت لبسي هالنوع من الفساتين يلي عارفه هي انه بيلبق لها وانها سكسي وانه ما بتعمل غلط فيها. فستانه زهير مراد يعني ما عندي شيء اقوله كتير حلو، ونفس الميك اب بتضل بالكومفورت زون، بس انما خلينا نعترف انه حلو. كيت باكنسيل الي صعب كمان كثير اليجنت وهيك راقي ما في خطر فيه. نعم. ديان كروجر المفضله عندي للديزاينر اميليا ويكستيد، يعني كانه منحوت نحت الفستان عليها، رائع رائع جدا. ننتقل لألوان تانية، جيسيكا تشستين أتوليه فيرساتشي البرونز. ليكي هي عم جرب تعمل ماريلين، لأنه نفس ستيل الفستان يلي كانت لبسته ماريلين، الفستان الأبيض نفس الأسلوب كتير هوليوود ستايل بالتسريحة وبين لون الفستان. حدا فشل ذريع كيتي هونز، ما بعرف الإكستنشن اللي حطتون هلا شو هالطول. فستانة ماركيزة أنه لون البتنجاني ما بعرف، كلها متمسخرة أنه بعد طلاقة من توم كروز خلاص فقدت القدرة على التركيز. بلكي كان أفضل شيء بحياتها توم كروز، يمكن عندها مرايا في البيت. وكمان مش هالقد يعني. لا الأسود بس ما نكون يعني ما نكون شديدين على وحدة مننا ست يعني برضه. لا ما علي سارة هيدا فاشن تيب. فاشن بس ما نربط توم كروز، تفضل. عم نحكي باور فور ذا وومن بس ماشي. اكزاكتلي. بلو ننتقل للبلو. لا هذا أسود. أسود. وين؟ أسود. أسود أوكي قطشتوني للأسود أوكي بلاك. جينيفر أنستون يا حبيبتي شعراتك هن السيجنتشر تبعولتك، يلي بخلونا نحبك فيهم. لوين رفعتي لي اياهم؟ بعدين لو كانت لابسه فستان لهيدي سليمان سان لوران مفضل عندي، انما ممل الفستان مش ناجح ولا لجسمها ولا القصه، وكانها عم بتجرب كانت تقلد انجلينا جولي بالفتحه. هيدي مش ده. امل كلوني لبسة ديور كتير شيك. ليك اول ما طلعت عليها انا قلت هدول الكفوف البيض لشو؟ هلا بعدين مع الوقت ضليت عم بطلع اخذت عيني عليهم، بس اول نظره الكفوف البيض مش ناجحين. سافا شبهوا كفوفها بفتحة أنجلينا جولي. تمام على طيب أوكي. الأسود الثاني منشوف أوكي روبن رايت برالف لورين، كتير يعني مينيماليست على الآخر. بفتكر هي بدها، بفتكر ما بعرف هي بدها يعني ولا مجوهرات يعني، وكتير بسيط اوكي رح نمرق عليه. كالي اوزبون هو مش اسود، انا حطيته بالاسود لانه كثير لونه كحلي داكن. جوش شقره فكمان ما هالشيء اطلالتها ل اي 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 اي. هون بنروح على الاطلالات المفضله عندي، لوردي بنارسيسو رودريغيز رجعت اخترعت البانت سوت من اول وجديد. اي لاف ات، والاكسسوارز تبعولتها ناجحين. اللي حدا اما ستون لإلي كسرت الدنيا بهالجمب سوت للعنصان سوت، رائع 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 ما في شيء بما يقال. ننتقل للاسوء. اي 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 هلا ما بعرف
زوسيا مامت أندرو جي أن، يعني خيمة خيمة وماشي على هالريد كاربت بألوان باستيل. ها ها ها. لانا ديل ري بفتكر نصحانة ولابسة فستان فينتج، يعني لازم تختفي ما لازم تكون موجودة على الريد كاربت. كاري واشنطن أنا ما بحبها لهالمرة، تمثيلها ما بحبه أبدا. ما تنصبني طيب. ما بحب تمثيلها، وفستانة ماري كاترنز الطول غلط والألوان غلط. أه؟ كمان كيرا نايتلي بهدلوا، كيرا نايتلي يعني شو مع انه كيرا نايتلي بتنتبه لشو تلبس، يعني بين الفريلز والبرنس والانسكت الكبيره على ايدها والبترفلاي يعني ما بعرف فشل ذريع. حامل لو حامل لو حامل يعني شفنا كثير حامل على الريد كاربت حلوين. كلير دينز لبسه فالنتينو في كثير عجقه، مع انه فالنتينو بنحبهم بس اختيار كان سيء جدا. واخر وحده كيت مارا بميو ميو، هذا الحزام اللي حطته على الفستان الاحمر، مع انه كيت مارا كانت عم بتنجح باطلالاتها كان في فشل ذريع. نعم نود بس هذا الحلو بالريد كاربت انه تلاقي الفشل الذريع اللي حتى تنكتي يعني عليه. يعني استمتاعنا يختفي اذا ما فشل. استشاريه المظهر ميميرا عد فقره موضه، وطبعا كان يعني اطلالات الجولدن جلوب. شكرا جزيلا لك. شكرا.